في لبنان، وبعد نحو شهر على تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، لا يزال مسار تشكيلها عالقا بين الشروط والشروط المضادة لغالبية الكتل النيابية. يأتي ذلك في ظل تحذيرات من أن هذه الخلافات السياسية ستفاقم من الأزمة الاقتصادية في البلاد وستحول دون وصول المساعدات الدولية. حوالي 4 أشهر على انفجار مرفأ بيروت واستقالة حكومة حسان دياب، ولا حكومة جديدة في لبنان بعد، وبالتالي لا مساعدات دولية أيضا، فالمساعدات مشروطة بالإصلاحات التي لا تزال حتى الساعة غائبة. مراقبون يحملون الطبقة السياسية مسؤولية التنكر للواقع المالي والاقتصادي المنهار وعدم تشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات المنتظرة. يوما بعد يوم يتبين أن الرئيس الحريري دخل في حقل الألغام، ناتج عن أنه سيشكل حتما حكومة حزب الله وميشيل عون، وهذه الحكومة غير مقبولة لا داخليا ولا عربيا ولا دوليا، وبالتالي يعتمد جميع الأطراف سياسة الانتظار. أزمة سياسية تتزامن واستفحال المشكلات الاقتصادية التي تضيق الخناق على أعناق اللبنانيين. يأتي ذلك وسط ترقب لاجتماع مقرر للمصرف المركزي للبحث في عملية ترشيد الدعم على السلع الأساسية من نفط وغذاء ودواء مع تناقص الإيرادات الحكومية. بعد عنده شوية مدخرات اليوم المواطن اللبناني، وعنده بعد عم بيشتغل حتى لو بنصف راتب وربع راتب، بس هيدا الشيء بس ينرفع الدعم خصوصا عن البنزين يلي بده يسبب بغلاء كل السلع والخدمات، ومن بعد ما يفقد كثير لبنانيه اعمالهم واشغالهم رح يصير الفقر المدقع اكثر بكثير. تعثر تشكيل حكومة سعد الحريري لا يزال عالقا حسب متابعين في متاهات المحاصصة السياسية والحسابات الإقليمية. طالما هذه القوى السياسية موجودة، الحكومة لو شكلت هي لن تؤدي غرضها. وعلى كل حال أنا أعتقد أن دوامة تشكيل الحكومة لا تزال طويلة. القوى السياسية القائمة اليوم تقدم مصالحها الشخصية وزبائنيتها على مصلحة الدولة ومصلحة الشعب اللبناني. ثمة من يعول هنا على مؤتمر المساعدات الإنسانية لدعم لبنان بدعوة من فرنسا، مؤتمر من المقرر أن يقدم المساعدات الغذائية والصحية والاجتماعية للشعب اللبناني دون مساعدات مالية في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة. بعد نحو 4 أشهر على استمرار حكومة حسان دياب بتصريف الأعمال، وبعد نحو شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، لبنان بلا حكومة جديدة، فيما يذهب مراقبون إلى القول أنه سواء أبصرت الحكومة النور أم لا، فالمعضلة أبعد من ذلك في ظل مطالب بتغيير المنظومة السياسية برمتها وتحميلها مسؤولية الفساد في البلاد. جين عفيش، الحرة، بيروت.